بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم المرسلين. ما زلنا مع فتح الأعلام شرح عمدة الأحكام، والحديث الثالث بعد المئة، حديث الباب هذا باب المرور بين يدي المصلي وأحكام السترة. حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. بتجدون الأشياء المضافة الأخيرة أشياء، يعني الإنسان إحنا قلوبنا متبرمجة على الدنيا وعلى قيمة الدنيا، ولكن تجد مثلا يعني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فلابد أن احنا يعني قلوبنا يكون عندنا يقين بالآخرة ومعرفة لقدر الآخرة، بحيث أننا نقدر نتعامل مع هذه النصوص كما تعامل معها الصحابة رضي الله عنهم، تعظيم شعائر الله وتعظيم أمر الله، لا يحقر من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقل 40 يوما أو شهرا أو سنة. هنفرض أنها 40 يوم، فالإنسان بيبقى مستعجل وراء شيء ومش واجد مكان فيمر بين يدي المصلي وظن هذا أمر هين لأنه مستعجل، ولكن الواقع أنه لو علم ما عليه من الإثم لوقف 40 يوما على الأقل أو شهرا أو سنة حتى لا يقع في هذا الإثم هو يمر بين يدي المصلي. راوي الحديث هو عبد الله ابن الحارث بن جهيم الأنصري، يقال إنه ابن أخت أبي بن كعب، والصمة هو ابن عمر عتيك الخزرجي، واضح من الأنصار. قوله: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. كلمة من الإثم كلمة قالوا هي زيادة على الصحيح، يعني يقول ليست في الرواية الصحيح، ولكن يبدو أن بعض النساخ وضعوها في الهامش فظن بعضهم أنها من الحديث فأضيفت الحديث. قال الحافظ: قوله ماذا عليه زاد الكشمهني من الإثم، يعني هو واضح أنها من الإثم، ماذا عليه يعني من الإثم، ولكن كنص لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من الإثم. قال: ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، عند غير الكشمهني، لأن روى الصحيح 90,000، روى عن الإمام البخاري 90,000 صحيح البخاري، فطبعا مش كلهم يعني الروايات متصلة عنهم، ولكن اللي بقى منهم مثلا يعني فقالوا هذه الزيادة ليست عند أحد غير الكشميني، أحد رواة الصحيح. يقول: ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. طبعا الموطأ مالك أعلى سندا من يعني من البخاري، وذا كانوا يقولون أن الإيه ليس على وجه الأرض أصح من موطأ مالك بن أنس، وهذا في الواقع في زمانه، ولكن لم يكن موجودا في هذا الوقت البخاري ومسلم، ولكن الإمام مالك لم يجرد الصحيح، ففي بلاغات وفي أحاديث ضعيفة ليست كثيرة طبعا، ولكن المالك بيمتاز بعلو السند، يعني غالبا مالك عن نافع عن ابن عمر تجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفسين أو ثلاثة، هو طبعا طبقة أعلى من البخاري، يعني بينه وبين البخاري طبقة، يعني البخاري أيضا لا يروي عن مالك، ولكن يروي عن عبد الله بن يوسف عن القعنبي عن مالك، يعني لابد أن يروي عنه أي بواسطة، فلم يدرك مالكا. فيقول حتى الحديث في الموطأ بدونها. قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكاد رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها. فصارت التهمة للإيه الكشميني، هي رواية الكشميني بس اللي فيها هذه الزيادة من الإثم، وكان ينبغي أن يتنبأ لذلك الحافظ عبد الغني المقدسي على سعة يعني علمه، ولكن لم يتنبه يعني لذلك، فأوردها في الإيه يعني في عمدة الأحكام. فيقول: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم، فيحتمل أنها ذكرت في أصل البخاري حاشية،
فظنها الكشمهيني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، كأنه يكون وكان مجرد راوية، أنه بيسمع ويحدث محدث، بل كان راوية. وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق، قال إن هذا من رواية البخاري وأطلق فعيب ذلك عليه، حتى العلماء عابوا على المحب الطبري أنه زود أيضا هذه الزيادة من الإثم، وعلى صاحب العمدة في إهامه أنها من الصحيحين، كان ينبغي أن يحذف هذا الجزء وإن كان يعني المراد من الإثم ولكن ليس من كلام النبوة، إهامه أنها في الصحيحين. وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال لفظ الإثم ليس في الحديث يعني صريح. فانظروا إلى احتياط العلماء، يعني كلمة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها صحيحة المعنى، ولكن يعني يصيحون ويقولون هذا ليس من حديث البخاري وليس من رواية البخاري، وإن زادها بعض يعني الرواة بدون يعني قصد. فقال ابن الصلاح لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا. قوله المار مفهومه أن القائم والقاعد والنائم بخلافه، وأنه لا إثم عليه، لا الذي يشغل والذي يمر، بيشغل المصلي من يمر بين يديه، ولكن واحد قاعد أو نائم أو كان قاعد ونام مثلا فلا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت الحجرات يعني ينضيقة، حجرات أمهات المؤمنين، فكانت تكون عائشة يعني رجلها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها وسجد، فكانت معترضة يعني قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الإنسان يستتر بإنسان جالس، يعني يجعل الجالس سترة، يصلي خلفه ويجعله سترة إذا غلب على ظنه أنه لن يقوم. يقول قوله المر مفهومه يعني بالعكس أن القائم والقاعد والنائم بخلافه، وأنه لا إثم عليه. قوله بين يدي المصلي أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع يعني بهما بين يديه. طبعا كلمة بين يديه يدل على أنه إيه قريب منه يعني. وسمعت من العتيمين بالسند العالي المتصل أنه إيه ليس للمصلي إلا موضع سجوده، يعني المراد بالمرور يكون بين المصلي وبين موضع السجود، ولو وضع المصلي سترة ليس للمر أن يمر بين المصلي وبين سترته، سترة بتكون يعني بعد موضع السجود بقليل يعني. فوده يشير إليها بين يديه يعني قريب منه، يعني لو مر من بعد مثلا متر أو متر ونصف فهذا يكون ليس بين يديه، فتقريبا مكان السجود يمر وراء السجود موضع السجود. فبين يديه يقول أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك، فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده موضع سجوده، وقيل بينه وبينه ثلاثة أذرع، وقيل بينه وبينه قدر رمية بحجر، وهذا طبعا بعيد جدا يعني. قوله لكان أن يقف 40، يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم، وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما، يعني زي في حديث أن الشمس تدنو يوم القيامة فتكون قدر ميل أو ميلين، فيقول الراوي تقريبا كما أذكر أبو هريرة، فلا أدري يعني هل يريد الميل اللي هو في المكحلة الذي يكحل به، أو الميل اللي هو مسافة يعني المسافة حوالي كيلو ربع أو كيلو تلت، فالإبهام هذا يعني يكون تفخيما وتعظيما، فيقول أبهم المعدود تفخيما، وذلك قال الراوي لا أدري يقصد 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. وعلى كل حال فهي يعني مدة يعني طويلة، الإنسان لو عرف مقدار الإثم الذي يلحقه لا وقف مثلا 2 أو 3 حتى ينتهي المصلي أو يجد مكان آخر يمر منه. طبعا بالنسبة للحرم يعني بعض الناس يظن أن الحرم له حكم خاص، ما فيش أحاديث تدل على أن الحرم له حكم خاص، ولكن يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، يعني الإنسان يعني قد يمر ناس بين يديه يدفع بعضهم بعضا، يعني ليس فالإنسان يتقي لا ما استطاع.
وإذا مر أحد بين يديه أو قد هو يمر بدون إرادة أن إنسان يدفعه فيمر من أمام إنسان يصلي، بل قد تمر النساء أيضا، بل قد يصلي على ظهر النساء، يعني لو في الطواف وواقف الطواف وقيمت صلاة في الزحام في صحن الحرم قد يجد أمام النساء في الطواف ويضطر أنه يصلي على ظهورهم، فهذا لا حكم يعني الضرورة أو، ولكن الإنسان يحترز يعني هو في نفسه سواء كان في الحرم أو خارج الحرم من المرور بين يدي المصلي، اتخذ الله يعني ما استطاع، لأن فيش أحاديث تخص الحرم يعني فيما أعلم والله أعلم، فهو يتخذ الله ما استطاع. وأيضا لو أراد أحد أن يمر يحاول أن يدفعه أيضا يعني، كما ستأتي الأحاديث، إلا إذا كان الأمر خارج الطاقة. تنبيهان أو تنبيهات، أحدها استنبط ابن بطال من قوله لو يعلم أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه انتهى وأخذه من ذلك فيه بعد، لأنه المراد لو يعلم إثم ذلك، لا لو يعلم مقدار الإثم، فقد يعلم الإنسان أن فيه إثم ولكن لا يعلم مقدار الإثم، فهو الحديث يعني ليس يعني فيه أن هو ده الحكم يختص بالعالم، فيقول استنبط ابن بطال من قوله لو يعلم أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي وارتكبه انتهى وأخذ من ذلك فيه بعد، لكن هو معروف من أدلة أخرى لأنذركم به ومن بلغ. إن الإثم يترتب على الجاهل أو الناس، ولكن غير الجاهل أو الناس رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالمتعمد هو الذي يأثم. ثانيها ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إذا كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المر. ثالثها ظاهره عموم النهي في كل مصل، وخص بعض المالكية بالإمام والمنفرد، لا تمر بين يدي الإمام ولا بين يدي المنفرد، ولكن المأموم إما أن نقول سترة الإمام له سترة، أو نقول هو الراجح الإمام نفسه سترة المأمومين، لما سيأتي من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير جدار يظهر لغير سترة، وإنه أرسل الأتان ترتع بين يدي الصف فما أنكر عليه يعني أحد، فيدل على أن الإمام نفسه سترة المأمومين، فخص بعضهم هذا الحكم بالمنفرد والإمام، أما المأموم فالإمام له سترة فيجوز المرور بين يدي الصف. رابعها ظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيد قصة أبي سعيد الخدري فإن فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغا، فيأتي الحديث يعني ممكن إنسان يقول ده الإنسان لو ما فيش طريق إلا هذا الطريق فيمكن أن يمر بين يديه، ولكن الحديث حديث أبي سعيد هذا الشاب لم يجد مساغا وأراد أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري فأيضا دفعه وقاتله كما في الحديث، فهذا يدل على منع المرور مطلقا سواء في طريق آخر أو ليس هناك طريق، فهو يقف حتى ينتهي، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته، ويؤيد قصة أبي سعيد فإن فيها فنظر الشاب لم يجد لعل فلم يجد مساغا. خامسها وقع في رواية أبي العباس سراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلى، يحتمل أن يكون قوله والمصلى أي بين يدي المصلي من داخل سترته، لعل المصلى اللي هو ايه المصليه اللي بيصلي عليها المكان الذي يصلي عليه، وكان نهايه المصليه كانها نهايه الايه الستره، يعني ان هو بين المصلي نفسه وبين نهايه الايه المصلى، اي بين يدي المصلي من داخل سترته، وهذا اظهر والله اعلم. الحديث الرابع بعد المئة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، يعني اتخذ السترة ما قصر، يعني كأن بالمفهوم إذا لم يتخذ سترة ليس له أن يتعامل هذه المعاملة، واتخذ السترة فينبغي أن الإنسان يحترم هذه السترة ويمر من ورائها، لا يمر بين يديه وبين يديه وبين سترته. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. واقع الشيطان الذي يدفعه. قال ابن دقيق العيد: قد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم، مفهوم بالعكس، يعني لأن حيث إلى شيء يستره، فإذا لم يصل إلى شيء يستره فليس له هذا الدفع. يقول: بعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن سترته، أنه بينه وبين السترة مترين مثلا أو ثلاثة، فإذا أراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره، أنه السترة بعيدة أو لم يصل إلى سترة فيراعي موضع السجود، وإذا أراد أن يمر في موضع السجود كره، ولكن ليس المصلي أن يقاتله، وعلل ذلك بتقصيره، أنه نفس المصلي قصر في اتخاذ السترة حيث لم يقرب من السترة أو ما هذا معناه. قول فليدفعه، قال ابن الملقن: هذا الأمر الظاهر فيه الوجوب، لأن في الأصول أن ظاهر الأمر الوجوب حتى تأتي القرينة تصرف إلى الاستحباب، وظاهر النهي التحريم حتى تأتي القرينة تصرف إلى التنزيه. يقول: هذا الأمر الظاهر فيه الوجوب، لكن اتفق العلماء على أنه أمر ندب متأكد، أن السنة مؤكد أنه يدفع، أنه لأن الأمر للمصلي نفسه، هو إن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فيقول اتفق العلماء على أنه ليس أمر وجوب ولكن أمر ندب، بل صرح أصحاب الشافعي وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، وجاء في رواية لمسلم: فليدفعه في نحره. وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، المسافات بين الصفوف ما تكون شيء طويلة جدا، مثلا مترين أو متر ونص أيضا مقدار السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها واليد منها، وفي بيان الحكمة في ذلك، وما رواه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن القيم: رجال إسناده رجال مسلم. لطيفة يقول: ذكر الخطابي في المعالم معالم السنن، يبدو أن هي يعني شرح الايه البخاري في المعالم، قال: اخبرني الحسن ابن يحيى ابن صالح قال: اخبرنا ابن المنذر ان مالك ابن انس كان يصلي يوما متباينا عن السترة، كان بيصلي بعيد عن السترة، فمر به رجل وهو لا يعرفه، الامام مالك كان له مهابة، يعني حتى قيل فيه: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائل نواكس الاذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب ليس ذا سلطان. فالذي قال له هذا الكلام لم يعرف الإمام مالك، فرآه بيصلي وبعيد عن السترة، فقال: أيها المصلي أدن من سترتك. فجعل يتقدم، إمام مالك يتقدم يقترب من السترة ويقرأ: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي طبعا تواضع العلماء أنه يعني قبل يعني من هذا الرجل، مع أنه يعني نجم السنن وأثبت من روى عن الزهري. قال الصنعاني ما ملخصه: وفي الحديث قصة، حديث أبي سعيد الخدري، ذكر البخاري وغيره قال عن أبي صالح السمان: قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى سترة تستر من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه ليجتاز،
فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى. فالمراد فليقاتله فليدفع، ثم قال فليقاتله يعني يدفعه دفعا أشد، يعني ليس معنى أنه يقاتله قتالا يعني يريد أن يقتله. فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد. ثم دخل على مروان، كان مروان بن الحكم كان أمير على المدينة لمعاوية رضي الله عنه، فشكى إليه ما لقى من أبي سعيد. فذهب هذا الشاب واشتكى لمروان أمير المدينة، فدخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ملك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال سمعت، يعني الحديث اللي هو حديث الباب، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قول فليدفعه فإن أبى فليقاتله، قال ابن دقيق العيد الحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته وظاهر، وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، أن يكون يدفعه وأن يدفعه دفع أكثر يدل على أن في عمل ولكن لمصلحة الصلاة حتى لا يقطع عليه صلاته. ولفظ المقاتلة محمول على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة. وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث. ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. أنه هو يقاتل فعلا قتال، يعني هو يدفعه وهو يصلي يعني يحافظ على بقاء الصلاة، لأن العمل جائز في الصلاة حتى مش هنقول القليل، العمل وإن كان كثيرا ولكن لا يكون متتابعا حتى يتوهم الناظر يعني أنه لا يصلي، ويكون أيضا محافظا على اتجاه القبلة. يجوز أن يتحرك ليفتح باب مثلا أو ينقذ إنسان من الغرق أو الوقوع في حفرة ويحافظ على اتجاه القبلة. وفي قصة أبو برزة الأسلمي في الصحيح أنه لما كان بيصلي ويتحرك مع بعيره فظل أحد الخوارج يقول انظر إلى هذا الشيخ يترك صلاته من أجل بعيره، فقال أبو برزة بأنه صلى أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني 7 غزوات وشهد تيسيره، فقال ولئن أتحرك مع بعيري خير لي من أن يند فأطلبه. فيجوز العمل. وأيضا حمل أمامة بنت زينب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا يعني أراد أن يسجد وضعها، هذا عمل كثير يعني في الصلاة. وعندما كان يصلي بالناس يعلمهم الصلاة كان يقف على المنبر يقرأ، فإذا أراد السجود ينزل ويسجد في أصل المنبر ثم يصعد مرة ثانية لمصلحة الصلاة وتعليم الصحابة الصلاة أول ما شرعت. فالعمل حتى وإن كان كثيرا فيجوز يعني في الصلاة لمصلحة الصلاة، ولكن لا يكون متتابعا بحيث يتوهم الناظر يعني أنه لا يصلي. بعض الناس واحد بيمر بين يديه بعد ما يمر يرجعه تاني، يعني هو يظن هو القصد أنه هو يعني كان يمنعه في الابتداء، ولكن لو مر خلاص ما يجيبوش تاني، بعد ما مر يرجعه تاني الناحية التانية، فهذا جهل والله أعلم. الحديث 500 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، في بعض روايات أتان يعني أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني اقترب من الاحتلام. ويبدو أن ذلك كان في آخر الإيه يعني الحياة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ناهز الاحتلام عند الوفاة النبوية، لأنه ولد في شعب أبي طالب يعني قبل الهجرة 3 سنوات، بالإضافة ل10 سنين في المدينة يبقى 13 سنة. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فالظاهر أنه كان في إيه في حجة الوداع لأنها كانت قبل الوفاة 3 أشهر، إلى غير جدار، يعني هو مش شايف سترة أو لو في شجر أو حاجة كان ذكر، فقول إلى غير جدار ظاهر يعني في أنه إلى غير سترة. فمررت بين يدي بعض الصف، يعني هو مر بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة من خلف ظهره، كان يستقبل قبلة بوجهه، ومن معجزاته أنه يرى فإني أراكم من خلف ظهري، ما أنكر عليه ولا أنكر عليه الصحابة. يقول فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فعدم إنكار يدل على إيه؟ الجواز. قوله أقبلت راكبا على الحمار أتان، يقول وهي أنثى الحمار،
وجوازوا فتح الهمزة وكسرها، وفي رواية على أتان، في رواية في مسلم قولوا أنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، أشار إلى أنهم لم ينكروا عليه لصغر سنه، وهذا يؤيد قول من قال إنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، لأن هذه القصة كانت في حجة الوداع قبل الوفاة النبوية بثمانين يوما. وقد يكون للجواز الأمر يعني حتى لو كان هو غير مكلف، ولكن من باب التعليم يعني، فيبدو أن الأمر ما فيش في حرج شرعي، وإلا لأنكروا عليه لأنه قريب من الاحتلام وقريب من البلوغ، والإنسان يعني في هذا الوقت بيعلم، بل يعلم الصلاة للسبع، وإذا أصر على ترك الصلاة لسن عشر سنين يضرب عليه، وقاس على ذلك الصوم، وبالنسبة للحجاب المرأة تتربى على الحجاب من سن سبع سنوات من أجل أن تحافظ على حيائها. فليس معنى أنه ناهز الاحتلام أنه لا ينكر عليه ولا يعلم. قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترته، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل عليه أن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب ليس لشيء يستره. فهذه الرواية تبين أن ليس المراد مجرد الجدار ولكن بدون سترة. قال ابن ملاق ما ملخصه مرور الحمار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن يكون المصلي إماما أو غيره، فإن كان إماما فلا يخلو أن يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة، فإن كان إلى سترة فهي سترة لمن وراءه، يعني سترة الإمام سترة المأمومين. فالمرور وقع في هذا الحديث بين يدي بعض الصف لا كله، والإمام سترة للكل فلا يضر، وإذا كان إلى غير سترة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يديه، فيدل على أن الأكثر على أن الإمام نفسه هو السترة للمأمومين. وظاهر هذا الحديث يدل عليه لقوله بغير جدار، ولو كان ثم سترة غيرها من غيره لذكرها، وإذا كان لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة لأنه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم، والمأموم بطريق الأولى والمنفرد كذلك. وقد وردت أحاديث معارضة لذلك، منها ما دل على قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، وهو صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، وفيه أن الكلب الأسود شيطان. وجه ذلك في المرأة أنها تقبل وتدبر في صورة شيطان، وأنها مصائد الشيطان وحبائله، وأما الحمار فقد تعلق الشيطان به في دخول السفينة. هذا طبعا يحتاج إلى دليل يعني، ولعل الذين قالوا ذلك يعني استدلوا بإسرائيليات، فلا يثبت عندنا يعني حكم أو حتى شيء في القصص القرآني إلا بما في الكتاب أو صحيح السنة. أما الإسرائيليات فإذا أتى في شرعنا ما يؤيدها فنقبله لموافقته لشرعنا، وإذا خالف نرده، وإذا لم يوافق ولم يخالف لا نقبله وتجوز روايته، ولكن لا نعتقد صدقه، تجوز روايته ولكن لا نعتقد أنه صادق، وإذا جعلناه تفسيرا للقرآن فهذا أبلغ تصديق له. فكون الشيطان دخل يعني تعلق بالحمار في دخول السفينة يعني هذا ليس عليه دليل. وأجاب الشافعي وغيره عن الأول بأن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا لأنها تفسد الصلاة، فالمرأة تفتن والكلب الحمار لقبح أصواتهما. قال تعالى إن أنكر أصوات لصوت الحمير، وقال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، ولنفور النفس من الكلب لا سيما الأسود، والحديث الكلب الأسود شيطان الذي مر، وكراهة لونه وخوف عاديته، والحمار لحاجته لقلة تأدبه عند دفعه ومخالفته. وادعى أصحابنا بنسخه بحديث ابن عباس هذا بالنسبة للحمار، وحديث عائشة الآتي، وبعضهم ادعى نسخه بحديث أبي سعيد المرفوع لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. ولكن هذا الحديث يعني لو صح طبعا لا قيل به، لو ثبت يعني أن تأخره يعني عن الحديث أن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ولكن هذا حديث ضعيف. يقول أخرجه أبو داود، قال المنذري في إسناد مجاهد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشافعي الشعبي. ما نقدرش نقول أنه من رجال المسلم، لأن يعني أحيانا الإمام مسلم بعد الروايات النظيفة اللي بيذكرها في بداية الباب بأسانيد نظيفة
بيذكر روايات فيها شيء من الايه عن عنت مدلس او فيها راوي تكلم فيه، ولكن يعضده يعني له ما ايه يقوي ويكون هو مطمئن المتن الحديث بالسند النظيف في بداية الباب. يقول لكن ابن حزم ضعف هذا الحديث ودعوى النسخ جيدة إن ثبت تاريخ تأخر الناسخ عن المنسوخ بعد تعذر الجمع والتأويل. وقد اختلف العلماء في قطع الصلاة بمرور الحمار والمرأة والكلب الأسود، فقال قوم يقطع هؤلاء الصلاة، وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود وفي قلب من المرأة والحمار شيء. ووجه قوله أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففي حديث عائشة الآتي وفي الحمار حديث ابن عباس. وحديث عائشة في الواقع أنه مش مرور، يعني هي كانت تعترض قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عائشة صلى الله عليه وسلم قيل لها هذا الحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود، يعني قالت أجعلتمونا كالكلاب والحمير، فأنكرت رضي الله عنه. قال إما ثلاثة وجمهور السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا غيرهم وتأوله كما سلف، إن هو بينقص الإيه ينقص الخشوع. وبعض الناس طبعا قالوا تقطع الصلاة يعني أن تفسد الصلاة، يستأنف الصلاة من إيه من جديد، فما تقطع الصلاة يعني أو يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار يعني تستأنف الصلاة من جديد. بيبقى حديث يعني حتى نستكمل حديث السترة، والحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. طبعا استدلوا بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، استدلوا مثل هذا الحديث، ولكن في الواقع يمكن أن يكون غمزها من تحت الملابس من فوق الملابس يعني دون أن يمس بشرتها. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إنه لا يراها في ظلام يعني وبيصلي وبيغمزها حتى يجد مكان للسجود. الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حديث طبعا عشرت الكتاب رواه البخاري ومسلم. قال ابن خيخ العيد فيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وإن كان قد كرهاه بعضهم، وفيه دليل على أن المس إما بغير لذة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة، أعني أنه يدل على أحد الحكمين ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، من حيث أنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح وربما زال الساتر فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل، أنه قد يمس يعني جلدها يعني دون لأن ما فيش مصابيح فقد يمسها من خلف الثياب أو بدون ثياب تعريضا للصلاة للبطلان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك. وطبعا المسألة يعني فيها كلام يعني كثير، ليس هذا القول الواحد. كلمة أو لمست النساء في حملوه على الجماع أن القرآن بيكني على الجماع بألفاظ يعني لطيفة كما قال عز وجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فيقول لمستم يعني لمستم، وفي قراءة لمستم النساء، ودي اللي بيفسروا بها لمستم بعنى لمستم يعني مجرد اللمس، ولكن الراجح يعني من حيث الأدلة الأخرى أنه لمستم يعني المراد الجماع. يعني يقول فيه دليل أن العمل يسير لا يفسد الصلاة. قال الحافظ ما ملخصه لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضجعة أمامه دل على نسخ الحكم في المضجع وفي الباقي بالقياس عليه. طبعا يعني هذا يعني هذا يعني الدليل يعني أو الدعوة أعم من الدليل، يعني لأن هذه كانت نائمة، ما نقولش المر أيضا يجوز قياس على النائم لأن النائم ساكن يعني ما فيش مصدر الفتنة ولا الشغل المصلي، ولكن المر يشغل الايه المصلي. يقول وهذا يتوقف على اثبات المساواه بين الامور المذكوره، لو قلنا ان المرور زي النوم او الجلوس لكان كذلك، وقد تقدم ما فيه، فلو ثبت ان حديثا متاخر عن حديث ابي ذر لم يدل على نسخ الاضجاع يعني فقط اللي هو يقطع المراه الصلاه المراه والحمار والكلب الأسود، فقد نازع بعضهم في الاستدلال به
مع ذلك من أوجه أخرى، أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت أن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته، ما فيش تشويش لأن الدنيا ظلام وهي نائمة يعني ما يرى شيئا أمامه، ولكن يغمزها فتوسع له مكان السجود. ثانيا أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصرة، إن مر المرأة مطلق ولكن هنا المرأة زوجته. ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، يعني دي واقعة حال ولكن الحديث الآخر يعني قول والقول يقدم على الفعل، القول كأنه قانون يقطع الصلاة كذا وكذا وكذا، إنما ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة معترضة مكانه فيغمزها فيسجد، زي حديث يعني صلاة الليل مثنى مثنى، ده قانون ولكن صح عنه الفصل والوصل، فالفعل لا يقوم القول، القول مقدم على الفعل. ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام، وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقدر على ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم وتقول أيكم يملك أربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أربه. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه، والفرق بين المر وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائما كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. فحديث عائشة يدل على جواز أن تكون يعني معترضة أو جالسة يعني إذا كانت زوجته أو نائمة، ولكن يبقى حديث مرور المرأة عموما يعني ليس بمنسوخ. هنجيب عن بعض الأسئلة لنطيل عليكم. سؤال: هل الطفل الصغير يترك ليمر أمام المصلي؟ طبعا لا يترك، يعني يمنع أيضا، يعني يمنع من من المرور. هل حديث يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة صحيح؟ وإذا كان صحيحا ما معناه؟ ذكرنا هو صحيح، يعني الحديث يعني صحيح، وذكرنا أن حديث عائشة بعضهم قال يخص المرأة، وحديث ابن عباس قال يخص الحمار، ويبقى الكلب، والراجح أنه ينقص الخشوع، لا يبطل الصلاة بالكلية، وبعضهم قال أيضا يبطل الصلاة بالكلية بحيث أن المصلي يعيد صلاته لو مر أمامه امرأة أو كلب أو حمار. هل يجوز دفع السارق أثناء الصلاة؟ نعم يجوز، فإذا جاز دفع المار يجوز دفع السارق. ما العلة في أن الحر له ثلاث طلقات والعبد له طلقتان على الرغم من أن العبد يتزوج يعني جارية والحر يتزوج يعني حرة يعني مثله؟ وطبعا الحر يمكن أن هو يتزوج جارية يعني يجوز له، ولكن يعني بيقول أن الأمور التعبدية يعني ليس فيها علة، وذلك يقولون ليس فيها قياس، يعني أمور التعبدية يعني غير يعني المعاملات والأحكام، يعني الأمور التعبدية يعني لا تعرف علتها غالبا. طب ليه الصبح 2 والظهر 4 ومغرب 3؟ يعني ليه بنصوم رمضان بس ما نصومش ليه بدل رمضان شوال أو ذو الحجة؟ ليه الحج مثلا يوم عرفة بنقف في هذا المكان؟ يعني هذه الأمور ليست لها علة ظاهرة. فأيضا يعني هذا يعتبر يعني من الأمور التي يعني لا تظهر علتها. فالعبد له طلقتان، وأيضا الأمة بحيضتان، يعني بالنسبة لأن يعني هي نصف الحر، وأيضا لو زنت الأمة بتجلد
يعني 50 جلدة على نصف الرجل، فلا أحكام يعني خاصة بالنسبة للحر والإيه والعبد. هل يجوز المرور أمام مصلي الوقوف أمامه للصلاة؟ إذا كان يسد فرجة يعني في الصف يجوز، لأن المرور بين يدي الصف في صلاة الجماعة يجوز، فإذا تقدم يسد فرجة يعني أو مكان ما فيش بأس، أو للجلوس أمامه، لا هو لو واقف وجلس ما فيش بأس، ولكنه يمر عشان يجلس أمامه يبقى نفس الإيه حكم المر والله أعلم. في بلد عربي يوجد جمعيات وقف لتحفيظ القرآن الكريم ووقف لدعوة الجاليات غير مسلمة وجمعيات رعاية الأيتام والأرامل، هل يجوز التصدق لها مع الظن بأن أغلبية العاملين بهذه الجمعيات في كلام غير واضح. المهم السؤال، أخشى أن تكون تبرعات مشابهة للطرق والوسائل العلمانية. طبعا إحسان الظن بالمسلمين، يعني نقول لو جمعيات القرآن الكريم أو الأصل حسن الظن، نحن نحسن الظن بها ونحن نعينها ونتبرع لها، ولكن نقول ممكن تدي العلمانيين أو كذا، هذه يعني أشياء بعيدة يعني غير. وعلى أي حال إنسان لما بيعمل العمل وهو يعني مخلص فيه والعمل في ظاهره عمل صالح فهو مأجور على كل حال. كان في حديث البخاري لما تصدق رجل فتصدق على غني، فأصبح الناس يقولون تصدق على غني، ثم تصدق على سارق، ثم تصدق على زنية، فأتي في منامي بأن قبلت يعني صدقات الثلاثة قبل، أن الزنية تكف عن زناها، ولعل الغني يعني يخرج زكاة ماله، ولعل السارق يكف عن سرقته. فالإنسان يجتهد يعني استطاعته، والعمل إذا كان صالحا في الظاهر موافقا للشرع مع حسن النية فهو مأجور عليه بإذن الله تعالى. أعمل بمهنة الدعاية والإعلان وعمل خاص، ويأتيني كتابة لافتات لأعضاء مجلس الشعب وعمل لافتات بصورهم، فهل يجوز يعني ذلك؟ نقول له لا يجوز يعني بالنسبة للصور، وبالنسبة لمجلس الشعب، مجلس الشعب مجلس طاغوتي يعني ينازع الله جل فيه سلطة التشريع، فهو مجلس تشريعي، فلا يجوز أن يشارك الإنسان فيه، ولا يجوز أن ينتخب من يكون عضوا في مجلس الشعب. وده الرأي المال له الإخوة، يعني اعتبار يعني المسألة مسألة إيه عقيدة وليست مسألة مصالح ومفاسد. هل الكفار مثل اليهود والنصارى وغيرهم مخاطبون بأحكام الشريعة، وما هو الدليل؟ هم قالوا أن الكافر يحاسب على كل مخالفة للشريعة بالإضافة إلى محاسبته على كفره، واستدلوا بحديث بقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فهم يحاسبون على ترك الصلاة والصيام وغير ذلك بالإضافة إلى الحساب على كفرهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.